لو جيت وقلت لك ان الاجسام المضاده او الانتيبوديز الخاصه بفيروس كورونا احتمال كبير جدا انها تكون موجوده في جسمك حاليا حتى قبل ما تتعرض للفيروس، يا ترى هتصدقني ولا لا؟ لا ياه على غدر الصحاب. السلام عليكم. تخيل معايا ان في ميكروب سواء بقى فيروس او بكتيريا دخل من مناخيرك ووصل لجهازك التنفسي والمفروض ان هو هيعيش جواه وهيدمره بالكامل. جسمك بقى في اللحظه دي هيتصرف ازاي؟ جسمك تقدر تقسمه لنوعين من الخلايا، خلايا عاديه او مواطنين شرفاء، ودول بيشتغلوا عشان يهضموا اكلك ويحسوا بالبيئه اللي حواليك ويخلصوك من السموم زي خلايا الجلد والكبد والامعاء وتقريبا معظم الخلايا اللي في جسمك، وخلايا دفاعيه او الجيش اللي من مسؤوليته يحافظ على المواطنين الشرفاء او الخلايا العاديه بتاعتك وتتأكد ان الخلايا دي سليمة ومفيش حاجة بتهددها او بتضربها، لان الخلايا دي لو ماتت فانت هتموت. والخلايا الدفاعية دي هي كرات الدم البيضاء، اشهر انواع كرات الدم البيضاء واللي هنتعرض لها في الحلقة النهاردة هي الماكروفاج او الخلايا البالعة الكبيرة، ودي تعتبر البق بتاع الجهاز المناعي، ومن اسمها طبيعي انك تتوقع ان وظيفتها انها بتبلع الميكروب، وكبيرة لان في خلايا تانية برضو من وظيفتها انها بتبلع الميكروب لكنها اصغر منها في الحجم. تاني نوع معانا اسمه الليمفوسايتس او الخلايا الليمفاوية، والخلايا دي في منها نوعين، نوع اسمه بي ونوع اسمه تي. تي هي العقل وبي هي العضلات. الخلايا بي هي العضلات لان معاها القوة الغاشمة او الاسلحة اللي بتقدر تدمر بيها الميكروب نفسه وبشخصه، والاسلحة دي اسمها الاجسام المضادة او الانتيبوديز. والنوع ده من الخلايا بتعتبر انها بمثابة القوات المسلحة بتاع الجهاز المناعي، بجانب ان لها وظيفة تانية برضو انها بتقدر تبلع الميكروب زي الماكروفاج. انما بقى الخلايا تي هي العقل لانها الخلايا الوحيدة اللي بتقدر تكشف عن الحاجات اللي موجودة جوه الجسم وتقدر تعرف الحاجات دي طبيعية من اللي بيصدعها الجسم ولا ميكروب قدر يغزو الجسم بتاعك. والنوع ده من الخلايا بيعتبر بمثابة المحققين بتاع الجهاز المناعي. والخلايا دي في منها نوعين، نوع اسمه سيتوتكسيك تي او خلايا تي المسممة، ومن اسمها كده بتقدر انها تتعرف على الحاجات اللي موجودة جوه الخلية بتاعتك، ولو لقيت فيهم حاجة غريبة او مش طبيعية بتدي امر مباشر بتسميم الخلية، يعني الخلية دي بتقتل الخلية بتاعتك لو لقيت حاجة غريبة جواها. ونوع تاني اسمه هيلبر تي او خلايا تي المساعدة، ومن اسمها بتقدر انها تتعرف على الميكروب لكنها مش بتقتله، دي بتساعد في التخلص منه عن طريق انها بتضغط على الزناد بتاع الخلايا بي وبالتالي بتطلع اسلحة الفتك بتاعتها اللي هي الاجسام المضادة او الانتيبوديز. والاجسام المضادة دي هي اللي بتقتل الميكروب بشخصه وبعينه. وخد بالك ان الاتنين وظيفتهم انهم يتعرفوا على الميكروب، لكن واحدة بتسمم الخلية اللي جواها الميكروب والتانية بتجري على القوات المسلحة عشان تضرب الميكروب نفسه بدون ما تأثر على الخلايا. وزي ما انت شايف كده ده عمل جماعي، مفيش خلية بتقوم بكل الادوار لوحدها، لازم يحصل ما بينهم تنسيق، وعشان يحصل تنسيق لازم الخلايا دي تتكلم مع بعض، وعشان الخلايا ما عندهاش لسان بتتكلم بيه فبيتكلموا مع بعض بالريسبتورز او بالمستقبلات، والمستقبلات دي ببساطة عاملة زي القفل اللي لما بيتفتح بيحرر العامل اللي هيقوم بوظيفة معينة. وزي ما كل قفل له مفتاح مخصص، كل مستقبل برضه له مفتاح مخصص عشان يفتحه. كل خلية من خلايا جسمك عليها كم كبير جدا من المستقبلات، لكن اللي هيخصنا في حلقة النهاردة المستقبلات الخاصة بالجهاز المناعي، ودي في منها مستقبلات خاصة بالإعلام والفضائح، ومستقبلات خاصة بالكشف والتحقيق، ومستقبلات خاصة بالفتك والهجوم. وبشكل محدد عندي نوعين خاصين بالإعلام، ونوعين خاصين بالكشف والتحقيق، ونوعين خاصين بالهجوم. أول حاجة المستقبلات الخاصة بالإعلام، ودي وظيفتها الفضائح والشرشحة. كل خلية جواها مفرمة خاصة اسمها البروتياسوم، المفرمة دي بتقطع عينات من البروتينات اللي موجودة جوه الخلية وتعرضها على سطحها، بس عشان تعرضها ما بتعرضهاش كده لوحدها، دي بتعرضها جوه استوديو او فاترينا شكلها حلو اسمها الام اتش سي. طبعا كل خلية بيعمل شغل مختلف عن التاني، خلايا الكبد بتعمل شغل مختلف عن خلايا الامعاء، وخلايا الامعاء بتعمل شغل مختلف عن البنكرياس وهكذا، يعني العينات اللي هتتاخد منها هتبقى عينات مختلفة. عشان كده سطح الخلية بيبقى عامل زي البصمة بتاعت صباعك بالظبط، مفيش خلية سطحها مشابه للتاني. لما
الميكروب بيدخل الخلية بيتاخد منه عينة هو كمان. اشمعنى ده يعني اللي مش هيتاخد منه العينة؟ والعينة دي برضو بتطلع على سطح الخلية معروضة على الـ MHC. بس الـ MHC او وزارة الاعلام زي ما قلنا في البداية في منه نوعين، النوع اللي اتكلمنا عنه دلوقتي واللي موجود في جميع الخلايا وده بيسموه MHC1، وفي نوع تاني موجود على الخلايا المناعية بس، لان مش معقول يعني تكون الخلية المناعية زي الخلية العادية. مش هتستنى بقى الميكروب يدخل الخلية والخلية تاخد عينة عشوائية احتمال تطلع الميكروب او ما تطلعش. الخلايا المناعية تحديدا الماكروفاج هي اللي بتبلع الميكروب بمحض ارادتها، مش هو اللي بيصيبها. بعد كده بتاخد منه عينة وتعرضها على فاترينا خاصة بيها اسمها MHC2، عشان برضو مش هينفع اسيبه يتعرض على الـ MHC1 مع جميع البروتينات، لان كده هتأخر في مرحلة التعرف عليه، وكل ساعة بتفرق عندي في معركة الجسم مع الميكروب. وبالتالي الخلايا المناعية عليها المستقبلين الـ MHC1 والـ MHC2. نسيبنا بقى من وزارة الاعلام وندخل على المستقبلات الخاصة بالكشف والتحقيق، ودي مستقبلات وظيفتها انها تكشف على العينات اللي معروضة على سطح الخلية، سواء بقى معروضة على MHC1 او MHC2، وتشوف بقى العينات دي طبيعية وبتاعت الجسم ولا دي عينات غريبة واحتمال تكون جاية من ميكروب هجب على الجسم. والمستقبلات دي كده بتقدر تميز، وبالتالي طبيعي انها تكون موجودة على العقل بتاع الجهاز المناعي او خلايا T. الـ MHC عند منه نوعين، واحد عشوائي وواحد متخصص، وبالتالي برضه مستقبلات الكشف لازم يكون في منها نوعين، واحد يكشف على العينه اللي على الام اتش سي العشوائي، وواحد يكشف على العينه اللي موجوده على الام اتش سي المتخصص. المستقبل اللي بيكشف على العينه اللي موجوده على الام اتش سي العشوائي موجود على خلايا تي المسممه، والمستقبل اللي بيكشف على العينه اللي موجوده على الام اتش سي المتخصص او بتاع الجهاز المناعه موجود على خلايا تي المساعده. كده فضحنا الميكروب بمستقبلات وزاره الاعلام، وتاكدنا انه غريب ومش تبع الجسم بمستقبلات الكشف والتحقيق، فاضل بس نهجم عليه بمستقبلات الهجوم. ومستقبلات الهجوم دي بتعمل ايه؟ مسؤولة عن الهجوم. واذا كانت كل المستقبلات اللي فاتت بتشتغل على الميكروب وهو جوه الخلية، فمستقبلات الهجوم ما بتستناش ان هو يبقى جوه الخلية وبتهجم عليه وهو بره الخلية. والمستقبلات دي برضو في منها نوعين، نوع مسؤول عن الهجوم العشوائي ونوع مسؤول عن الهجوم المتخصص. النوع المسؤول عن الهجوم العشوائي ده موجود على الخلايا اللي بتبلع الميكروب او الماكروفاج، وده وظيفته انه يلزق الماكروفاج في السكر اللي موجود على جدار الميكروب. وخلي بالك ان السكر ده مش موجود الا على جدار الميكروب، والسكر ده يا اما سكر بروتيني او سكر دهني، بس خلونا نبعد عن التفاصيل دي عشان ما نتوهش. المهم ان المستقبل اللي بيعمل الكلام ده بيسموه التول ريسبتور او مستقبل التول، وده موجود زي ما قلنا على كل الخلايا اللي بتبلع سواء بقى كانت ماكروفاج او بي سيل. نيجي بقى لمستقبل الهجوم اللي مسؤول عن الهجوم المتخصص، وده موجود على خلايا بي وفقط، ومعمول بالظبط على مقاس العينه اللي كانت معروضه على الام اتش سي، وبالتالي بيقدر يعرف الميكروب منها بدقه متناهيه. والمستقبل ده لما بيتحرر من على جسم الخليه بي وبينتشر في الدم بيسموه الانتي بودي. والمستقبل ده عشان يتضرب لازم له حوار كبير جدا، لانه بيفرز باعداد مهوله، وبالتالي لو اتعمل غلط ممكن يخلص عليك انت، وده اقوى سلاح موجود في الجهاز المناعي. كده خلصنا الفرشه والمكونات، تعال بقى نشوف رحله الميكروب جوه جسمك بالترتيب. اي ميكروب عباره عن حاجتين، جدار ومكونات داخليه. الجدار هو اول حاجه بتقابل كرات الدم البيضاء، وهو اللي فيه السكر اللي بيحس بيه التور ريسبتور اللي موجود على الخلايا اللي بتبلع زي الماكروفاج، وبالتالي هي دي النوع الوحيد من كرات الدم البيضاء اللي هيحس بالميكروب اول ما هيدخل، باقي الخلايا هتعمل من بنها. الميكروب بيلزق في مستقبل الطل، والمستقبل بيدي اشاره لنواه الخليه انها تبدا تصنع مواد وتفرزها في الدم بصوره كبيره. المواد دي اسمها سايتوكاينز. المواد دي كل وظيفتها انها بتنادي على باقي الخلايا اللي عايشه في غيبوبه، تقول لهم لو سمحت المنطقه دي فيها حاجه غلط وتعالوا هنا نشوف ايه اللي بيحصل، وتبدا تجمع باقي كرات الدم البيضاء في المنطقه اللي اتقفش فيها الميكروب. السيتوكاينز دي زي ما بتاثر على كرات الدم البيضاء وبتدي لها اشاره بتروح لمخك وتاثر عليه، تقول له يا حاج لو سمحت في كائن غريب جوه الجسم، ولو سمحت ارفع لنا درجه الحراره، احتمال يكون بيموت بالحراره. عشان كده اول ما بيحصل لك عدوى بتبدا تسخن او تحس بالحمى، يعني ارتفاع درجه حراره جسمك وقت العدوى ده رد فعل مناعي، واللي بيتسبب فيه جسمك انت مش الميكروب. واكيد انت قريت على الفيسبوك ان السبب الرئيسي في الوفاه بفيروس كورونا هي عاصفه السيتوكاينز او السيتوكاين ستورم. هي دي بقى. المهم ان كرات الدم البيضاء بتبدا تتجمع في المكان اللي اتقفش فيه الميكروب، ويستمروا في افراز سيتوكاينز بصوره اكبر، وانت تبدا تسخن اكتر، بجانب ان هما بيفرزوا مواد كاويه عشان تموت
موت الميكروب. والمواد الكاوية دي بتبقى عبارة عن مواد مؤكسدة. يعني ايه مواد مؤكسدة؟ يعني حرامية الكترونات، بتسرق الكترونات من جدار الميكروب وبالتالي بتكسره وبتفرقع الخلية بتاعة الميكروب وبتموته. وده بالظبط اللي بيحصل لما بتستخدم الكلور عشان تطهر بيه الاسطح. يعني كرات الدم البيضاء في المرحلة دي بتعمل نفس اللي بيعمله الكلور بالظبط بس جوه الجسم. بس هنا في مشكلة، ان المواد المؤكسدة دي مش متخصصة. زي ما بتدمر خلايا الميكروب هتدمر الخلايا بتاعتك، وفي اللحظة دي انت يا معلم بتبدأ تحس بالألم لان خلاياك نفسها بدأت تتأذى. وعشان كده بيقولك عشان تقوي جهازك المناعي لازم تاخد مضادات أكسدة زي فيتامين سي، لانها بتقلل من أكسدة الخلايا بتاعتك زي ما هنعرف بعد كده بالتفصيل. في ظل المعركة دي الخلايا اللي بتبلع او الماكروفاج بتبدأ تبلع او تاكل في الميكروب، سواء بقى كان كامل او حتت باقية من الفتات اللي باقي من المعركة. بعد كده بتاخد منها عينة توديها على MHC2 او وزارة الاعلام اللي بياخدها ويطلع بيها على سطح الخلية، ويستنى خلايا المساعدة عشان تكشف على العينة دي. طيب ده بالنسبة للميكروب اللي اتقفش وهو بره الخلية. بالنسبة بقى للميكروب اللي فلت ودخل جوه الخلية، الخلية هتتعامل معاه ازاي؟ ده يا سيدي الخلية بتتعامل معاه بنظام بختك يا ابو بخيت. الميكروب دخل والخلية مش حاسة بحاجة، لكنها عمالة تاخد عينات عشوائية عن طريق البروتيازوم، واحتمال تكون عينة منهم حتة من الميكروب. والعينات دي بتتبعت على MHC1 اللي بياخدها ويسافر بيها برضو على سطح الخلية ويستنى خلايا المسممة عشان تكشف على العينات دي. عشان كده برضو من الحاجات المهمة اللي بتحسن بيها جهازك المناعي ان يكون اكلك مش كتير، عشان تقلل من الزحمة اللي جوه الخلية وبالتالي تزود فرصة ان العينة تكون من الميكروب. وبالتالي الصيام هنا بيكون مفيد جدا زي ما قلنا الفيديو اللي فات. وهنا يظهر مجموعة من الاسئلة، ليه المناعة العشوائية ما تخلصها على الميكروب ده ونقف لحد كده وبارك الله فيما رزق؟ ثانيا ليه خلايا تتعرف على الميكروب تاني؟ ما التور ريسبتور قفشه قبل كده؟ بص يا سيدي، اولا المناعة العشوائية دي زي ما قلنا مؤذية جدا لجسمك، وبالتالي لو استمر الدفاع بيها هتموتك قبل ما تموت الميكروب. لازم يكون فيه نوع تاني من المناعة اكثر تخصصا يخلص على الميكروب بس بدون ما يأذيك انت. ثانيا التور ريسبتور ده غير متخصص وما بيقفش كل الميكروبات، عامل زي الصمغ كده ممكن تلزق به الورق لكن ما تقدرش تلزق به الحديد. وبالتالي انا عايز حاجة متخصصة لكل ميكروب اقدر اقفشه بيها. المناعة المتخصصة بقى بتعمل مشبك لكل ميكروب متصمم على مقاسه بالملي، لكن عشان اخد المقاسات دي لازم خلايا هي اللي تيجي وتتعرف على الميكروب. طب الخلايا تي بتتعرف على الميكروب ازاي؟ خلايا تي بتعدي على نوع من التدريب لا يحتمل الخطأ، الغلطة فيه بتكلفهم حياتهم حرفيا. خلايا تي زي ما قلنا مسممة ومساعدة، المسممة بتشبك في MHC1 والمساعدة بتشبك في MHC2. الخليتين بعد ما بيتولدوا بيروحوا يتدربوا في مدرسة الغدة الدرقية. في الغدة الدرقية بيعدوا على مجموعة من الخلايا السليمة والجسم بيشوف هيمسكوا فيهم ولا لا. شبكوا يبقى كده عظيم، كده بيقدروا يمسكوا في الام اتش سي 1 والام اتش سي 2. ما شبكوش بيتقتلوا. طب بعد ما شبكوا اتصرفوا ازاي؟ لو شبكوا وهاجموا الخلايا العاديه او السليمه يبقى كده الخلايا دي ما بتقدرش تفرق بين خلايا جسمك وما بين الميكروب، وبالتالي لو اتحرروا في الدم هيموتوه فيتقتلوا. لكن شبكوا وما هاجموش الخلايا دي يبقى كده عارفين الخلايا بتاعت جسمك، وبالتالي لما هيتحرروا ويروحوا للدم مش هيهاجموك. في الحالة دي الجسم بيسمح لهم ان هم يتخرجوا. المهم بعد ما يتخرجوا خلايا المسممة بتروح تشيك على كل العينات اللي موجودة على MHC1 اللي موجود على كل الخلايا. لو لقت ان فيها عينة غريبة ومش بتاعة الجسم يبقى دي العينة بتاعة الميكروب اللي دخل وغزا الجسم. في الحالة دي بتدي للخلية اللي جواها الميكروب اشارة تأمرها فيها انها تنتحر او تموت نفسها، عن طريق انها بتحرر الانزيمات الهضمة اللي جوه الخلية وبتخلي الخلية دي تاكل في نفسها. اما خلايا المساعدة ما بتروحش بقى الخلايا العادية، المستقبل بتاعها ما بيكشفش الا على MHC2 اللي موجود على الخلايا المناعية، وبالتالي بتروح تشيك على الخلايا المناعية وتشوف العينات اللي موجودة على MHC2. لو المستقبل بتاعها حس بوجود عينة غريبة بتاخد العينة دي وتجري تشبكها على المستقبل بتاع الخلايا بي. اول ما تشبك على المستقبل بتاع الخلايا بي بتبدأ خلايا بي تتضاعف وتنتج كمية كبيرة جدا من المستقبل ده اللي بيسموها الانتيبوديز. الانتيبوديز دي بتغرق الدم، واول ما تشوف الحتة اللي في الميكروب اللي شبه العينة اللي شبكت فيها بتشبك فيها وبتقتل الميكروب. والعملية دي بتتم بصورة في منتهى النظافة، لانها لا بتقتل خلايا من خلايا جسمك ولا بتفرز مواد سامة، ده انت بتقتل بيها الميكروب وفقط. لحد هنا الكلام ده حلو وجميل، وتقريبا اي حد درس مناعة عارف الشويتين دول. لكن نيجي بقى للكلام اللي مش كل الناس عارفاه. ركز معايا بقى الله يكرمك في الشويتين الجايين دول. انت هنا في مناعة في منتهى التخصص، يعني الجسم المضاد اللي هيشبك في الميكروب لازم يكون قد العينة اللي متشالة على مستوى
مستقبل الكشف بتاع خلايا تي المساعدة، ومستقبل الكشف بتاع خلايا تي المساعدة لازم يكون قد العينة اللي متشالة على الام اتش سي بتاع الماكروفاج، والام اتش سي بتاع الماكروفاج لازم يكون بالظبط قد العينة اللي اتاخدت من البروتيازوم من جوه الخلية. طب هل العينة دي ثابتة؟ لا طبعا العينة مش ثابتة. شوف بقى انت عندك كام فيروس وكام بكتيريا، وكل واحد فيهم ممكن يتقطع حتت قد ايه، وانت ونصيبك في الحتة اللي هتاخدها وتعتبرها عينة. وخلينا اكون اكثر دقة واقول لك ان البروتيازوم لما بياخد عينة بيكون طولها تقريبا 8 احماض امينية، والاحماض الامينية كلها على بعضها 20 حمض اميني، يعني انت احتمال يكون موجود عندك على الاقل 5 مليار عينة. المهم خلاص الكلام ده ان انت لازم يكون عندك على الاقل 5 مليار ام اتش سي كلهم مختلفين عن بعض، و5 مليار مستقبل كشف من اللي موجود على الخلايا تي مختلف عن بعضه، و5 مليار جسم مضاد او انتي بودي كلهم برضو مختلفين. وجس وات ان كل الحاجات دي بتتعمل من شفرة موجودة على الدي ان ايه بتاعك، يعني انت كده محتاج على الاقل 5 مليار شفرة، والدي ان ايه بتاعك كله لا يتخطى طوله 3 مليار حرف، يعني انت محتاج ولا 10 دي ان ايهات على الدي ان ايه بتاعك عشان تقدر تصنع الحاجات دي، وعشان تقدر تصنع الحاجات دي بس. فازاي الكلام ده بيتعمل؟ لحسن الحظ ان انت نازل فيك اوبشن غايه في الجمال والروعه، وهو ان الجين المسؤول عن تصنيع الحاجات دي مش جين ثابت وله شفره ثابته زي باقي الجينات، ده بيفضل يترتب ويتبدل ويحصل له حاجه اسمها سوماتيك هايبر ميوتيشن، وبيديك اكتر من 300 مليار تبديله، يعني انت معاك شفره واحده تقدر تعمل اكتر من 300 مليار شفرة عن طريق ان الجين ده بيفضل يغير من ترتيبه، وبالتالي هيقدر يديلك اجسام مضادة ومستقبلات اكتر من كل العينات المحتملة. كل تبديلة بتطلع ام اتش سي مختلف عن التاني، وكل خلية تي بتتولد بيطلع عليها مستقبل مختلف في الشكل عن التاني، وكل خلية بي بتتولد بيطلع عليها جسم مضاد مختلف عن التاني، يعني مفيش خليتين بيتولدوا عليهم نفس الجسم المضاد. لا كده لحظة واحدة، هو مش الجسم المضاد بيتعمل بعد ما الميكروب بيدخل الجسم؟ للأسف الكلام ده غير صحيح، الأجسام المضادة موجودة حتى قبل ما الميكروب يدخل جوه جسمك. طب هايل، ليه بقى الجهاز المناعي بيتأخر في إنتاجها وليه ما بيحاربش بيها من البداية؟ الإجابة بسيطة جدا، أولا أنت عندك خلية واحدة بس اللي عليها الجسم المضاد المطلوب، فمش هتحارب لوحدها يعني. ثانيا عشان خلية بي تنتج جسم مضاد لازم تاخد اشارة من خلية تي اللي عليها المستقبل المخصوص اللي يقدر يشبك مع الجسم المضاد ده، مش اي خلية تانية. يعني اللي هيحصل كالاتي، يكون عندي ماكروفاج جواها ام اتش سي مظبوط على مقاس العينة، ويكون عندي خلية تي من ضمن الخلايا هي اللي عليها الريسبتور المظبوط اللي يقدر يشبك على العينة اللي على الام اتش سي، وخلية تي تاخد العينة وتمشي تدور على الخلايا على خلية بي اللي عليها الانتي بودي اللي يقدر يشبك مع العينة دي، وبالتالي الموضوع هياخد شوية وقت على ما يلاقوا بعض وسط الزحمة دي. لكن بمجرد ما الكلام ده بيحصل خلية بي بتنقسم وبتنشط وبتبدأ تفرز كميات كبيرة جدا من الانتي بودي، تبدأ انها تغرق الدم بالكامل وتقفش في الميكروب وتخلص عليه. جسمك فيه 4000 كرة دم بيضة في المايكرو لتر الواحد من دمك، خلية واحدة بس منهم هي اللي بيبقى عليها الجسم المضاد المطلوب، وهي دي اللي بتنشط وبتنقسم وبتطلع الانتي بوديز. وبالتالي لو انت حصل لك عدوى وكرات الدم البيضاء بتاعتك زادت مثلا من 4000 ل 10000، معنى كده ان انت عندك 4000 خلية مختلفين في الاجسام المضادة اللي عليهم، وفي 6000 خلية جداد هم دول اللي انقسموا عليهم نفس الانتي بودي وكلهم نسخ من بعض. وبالتالي لما كرات الدم البيضاء بتبدأ انها تموت، الخلايا دي بتبقى اخر خلايا بتموت في دمك، وبالتالي بتعتبر بمثابة الذاكرة بتاعت الجهاز المناعي. تاني مرة الميكروب بيدخل جسمك بيلاقي لسه خلايا من دي موجودة، وبيبقوا سهل يلاقوا بعض ويكونوا انتيبادي في زمن قياسي. عشان كده لو اتصبت بالحصبة مثلا تاني مرة الموضوع ما بتحسش بيه، الجهاز المناعي بيخلص الموضوع بدري بدري قبل حتى ما تظهر عليك الاعراض. وعشان كده الاطفال برضه بيتعبوا كتير جدا، مش عشان الجهاز المناعي بتاعهم ضعيف، لكن عشان لسه ما تعرضوش لكم كبير من الميكروبات، وبالتالي ما عندهمش ذاكرة في الجهاز المناعي بتاعهم. فكل مرة الطفل ياخد ميكروب جديد يبدا الموضوع من البداية ويهاجمه بالمناعة الغير متخصصة وتظهر عليه الاعراض وهكذا لحد ما يكون ذاكرة لكل الميكروبات اللي مرت عليه. طب انت مش شايف ان 4000 خلية عدد قليل قوي بالنسبة لل 5 مليار العينة اللي انت محتاجهم؟ او معنى تاني انا عندي 4000 خلية على 4000 انتي بودي، لكن عندي 5 مليار ميكروب محتمل، يعني عدد الانتي بودي مش هيغطي عدد الميكروبات. لا حبيبي،
ال 4000 دول زي ما قلنا في المايكرولتر، وجسمك فيه حوالي 6 لتر دم، يعني عندك حوالي 24 مليار كره دم بيضاء في جسمك، ده على اقل تقدير، يعني تغطي الاعداد المحتمله للميكروبات وزياده. طب لما انا مغطي وزياده، ليه في ناس بتموت لما بيحصل لها عدوى؟ اولا ممكن تكون الوفاه ناتجه عن عنف في اداء المناعه الغير متخصصه اللي بتاذي الجسم زي ما بتاذي الميكروب، او ان الميكروب نفسه قدر يعمل كاموفلاج او يتخفى من الجهاز المناعي، او ان عمر الشخص بيكون كبير قوي وبالتالي خلانا نفسها بتكون عجوزة ومجهدة وما بتقدرش تقوم بوظائفها بكفاءة، او ان الجهاز المناعي نفسه بيحارب في اكتر من جبهة في نفس التوقيت، او انك جالك عدوى في وقت انت بتاخد فيه ادوية مثبطة للمناعة. طيب احنا كده عرفنا الجهاز المناعي ازاي بيشتغل، فاضل بس نعرف ازاي نقويه. لو المواد الخام بتاع التصنيع كويسة فالمنتج النهائي هيكون كويس، وبالتالي لو انت بتاكل اكل كويس فجسمك هيصنع كرات دم بيضاء كويسة. والاكل الكويس مش معناها الاكل الكتير، الاكل الكويس معناها الاكل المتنوع اللي يقدر يمد الجسم بكل احتياجاته. الخضار والفاكهة تحديدا مهمين جدا في وجباتك لانهم بيمدوا الجسم بمضادات الاكسدة، ومضادات الاكسدة دي هي اللي بتحمي خلاياك من المواد المؤكسدة اللي بترشها كرات الدم البيضاء اثناء ما بتعمل هجوم عشوائي. المواد المؤكسدة اللي بترشها كرات الدم البيضاء عايزة تسحب الكترونات من الميكروب ومن خلاياك. لو بتاكل اكل فيه مضادات اكسدة فخلاياك هيبقى فيها مضادات اكسدة، وهتتبرع بالالكترونات دي للمواد المؤكسدة، وبالتالي هتحمي خلاياك من المواد المؤكسدة اللي بترشها كرات الدم البيضاء. ثانيا تحاول دايما يكون اكلك قليل او تتبع نظام الصيام المتقطع، لان ده هيقلل الزحمه جوه الخليه وهيزود فرصه انك تاخد عينه من الفيروس او من الميكروب اللي جوه الخليه، وبالتالي هيسهل اكتشافه. ثالثا تحافظ دايما على الرياضه الخفيفه، وده عشان تجري الدوره الدمويه وتزود فرصه ان الخلايا اللي بيدوروا على بعض يلاقوا بعض. رابعا تحافظ دايما على نفسك بحيث ما تاخدش عدوتين في نفس الوقت، عشان ما يبقاش الجهاز المناعي عمال بيحارب في جبهتين. طول ما انت مش تعبان انطلق وعيش حياتك واعبس براحتك، لكن بمجرد ما تعبت او خدت عدوى لازم تهتم بالنظافه بشكل اكبر بكتير، لان فرصه انك تلبس في عدوى تانية بتكون كبيره جدا، لان جهازك المناعي بيكون مشغول. خامسا حاول تبعد عن الضغط العصبي والقلق والتوتر، لان القلق والتوتر بيزود من افراز الكورتيزون وده بيلخبط عمليه الايض، وده بيخلي الخليه طول الوقت مشغوله وطول الوقت الدنيا جواها زحمه، وبيقلل من فرص انك تقفش الميكروب. وبناء عليه حاول تبعد عن اخبار كورونا في الفتره الحاليه، لانك خلاص كل المعلومات المتاحه عنه انت تقريبا عرفتها. سادسا نام كويس، لازم نومك ما يقلش عن 6 ساعات في اليوم. النوم القليل بيعتبر نوع من انواع الاسترس او الضغط، وبالتالي برضه بيرفع هرمون الكورتيزون وبيعمل نفس المشاكل اللي قلناها في النقطه اللي فاتت. اخر خطوه واهم خطوه انك لازم تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناه، تفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل. سلام.